بسم الله، لو انا عايز اوصل من شكلين وليكن مثلا هرس احط الكيوب دوت، عايز اكرره ادوس كنترول واسحب الاسم بتاعه هنا. دلوقتي اسحب شكل فيهم اساس ان الاتنين فوق بعض بالشكل دوت. طيب هعلم على العنصرين واخليهم اديتبل ورايت كليك واقول له كونكت اوبجكت زي ديليت، فدلوقتي بقى عنصر واحد. طيب انا عايز اوصل بين مثلا الجهه دي والجهه ديت، ممكن اقول له عن طريق النقط رايت كليك بريدج من النقطه دي للنقطه دي والنقطه دي للنقطه دي. تمام. اول حاجه ثانيه ان انا كنترول زد اقول له انا عايز عن طريق الاتش دوت للاتش دوت، او ممكن اقول له من الاتش ده مثلا للاتش ده، يطلع لي حاجة بالشكل دوت، او من الادج ده للادج ده.